الرسم بالأنامل تقنية يستخدمها الفنان التشكيلي العراقي غسان محمد علي عن طريق الصدفة، فقد اكتشفها بينما كان يمزح قبل عامين، فرسم لوحة لوجه صديق له، ثم أدرك أن الرسم بالإصبع أعطى عمله عمقا يفتقر إليه عند استخدام الفرشاة. حبيت الرسم مثل كثير من الهوايات، وحبيت أنه أكون بمميز عن طريق هذه الطريقة اللي هي بالإصبع، لأن بها تأثيرات مختلفة كثير عن بقية التكنيك، مختلفة عن تكنيك الفرشة عن السكين. حبيت أنه أنا من المس الأصباغ وأخليهم على الكانفس، يعني أحس أنه أكو فد علاقة روحية قاعد تصير أكثر بيني وبين اللوحة. وبمرور الوقت طور الفنان العراقي أسلوبه لتحقيق نتائج مختلفة باستخدام ذات الإصبع، ويثير نهج علي اهتمام رواد شارع الفراهيدي الثقافي في محافظة البصرة جنوبي العراق الذين ينبهرون به ويتوقفون لالتقاط صور له وهو يعمل. ويقول الفنان العراقي إن الرسم بإصبعه يخلق علاقة روحية قوية بينه وبين اللوحة التي يرسمها.